بص بقى، انا بحب جدا لما يبقى برنامج، وخصوصا لو اتكلم على برنامجنا، متبني ملف معين وبعد كده الملف ده بيلاقي صدى على الارض، ده بحس ان هو الى حد كبير نجاح الحمد لله. فانا هاجي او هبدا كلامي واقول الحمد لله، لان احنا كنا من اوائل البرامج اللي اهتمت وناقشت اهميه التاهيل النفسي لاي رياضي. كنا دايما بنتكلم على سواء بتتكلم على مستوى الالعاب الفرديه او حتى الجمعيه، ناقشنا الموضوع ده يمكن اكتر من 100 مره ونبهنا قد ايه دي حاجه مش ترفيهيه ولا استثنائية ولا حاجة معمولة علشان الشكل العام، لا ده عنصر أساسي في كل دول العالم وموجود في كل الرياضات. خلينا بقى ننتقل لمصر، إيه اللي حصل أخيرا في قرار رسمي يخص كل هنا بنتكلم المنتخبات، صدره أو أصدره دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجه بتواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة اللي هي المقبلة بإذن الله، وهيتم التأهيل أو تأهيل جميع اللاعبين من خلال برنامج يعني المعد النفسي الرياضي اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة. وده طبعا يعني بيدل على أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي في العموم، والعمل كمان بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتطوير أصلا الفرق الوطنية. والتاني هرجع أقول ربما البعض كان بيشوف هذا الملف يا كريم نوع من أنواع الرفاهية، وناس كانت حتى تقول لك أنا ما عنديش البادجت، حتى من الفرق الأولى لكرة القدم يقول لك في الأندية المختلفة يقول لك أنا ما عنديش البادجت اللي تسمح بده، واللي عنده بادجت بيتكلم ان اللعيبه نفسها مش قابله ده، كالثقافه كده موجوده بشكل كبير. لكن انا مؤمنه جدا ان الموضوع لما يبتدي يتفرد بشكل رسمي هيبتدي الناس لما هتجرب، لما هتشوف فارق كبير جدا، لما هتبتدي تقتنع اصلا، فبالتالي ده هيبقى شيء خلاص موجود. ويمكن العكس بقى هو اللي يبقى صحيح، هيبقى عدم وجود معد نفسي امر هو اللي هيبقى عليه اختلاف. خطوه مهمه جدا حتى وان اتاخرت حبتين بالزبط. بس كويس قوي ان هي حصلت. وبرده شيء لطيف لما ناخد بالنا ان السيد وزير الشباب والرياضه بيستجيب للمطالب المشروعه المنطقيه اللي المفروض كانت تبقى موجوده اصلا بقالها فتره طويله. فطبعا شكر محمود يعني من طبعا معالي الوزير، واتمنى ونتمنى كلنا اكيد ان احنا نشوف لهذا الامر ولهذه الخطوه انعكاسات طيبه على المستويين الفردي والجماعي في كل الرياضات المختلفه. اكيد وجود العنصر المهتم او المعني بالتاهيل النفسي دي حاجه ما تقلش اهميه باي حال من الاحوال عن أوجه التأهيل الأخرى، التأهيل النفسي صحيح. في بعض الأحيان ده يمكن في كتير من الأحيان ممكن يكون أهم بكتير من أي طبعا. حاجة تانية. وشفناه على فكرة، شفناه كتير طبعا، وشفناه أكبر دليل مع الفريق الأول عندنا يا كريم. يوه عشرات المرات صحيح على رأيي يعني. صح صح. عموما وزارة الشباب والرياضة بتنفذ حاليا المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي اللي طبعا بيهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين وكمان للمدربين وللإداريين في جميع الاتحادات الرياضية. ابتدت بالفعل الوزارة في تنفيذ هذا المشروع مع 7 اتحادات رياضية، هي اتحاد ألعاب القوى ورفع الأثقال والمصارعة والسلاح والجودو والرماية والتايكوندو، بالإضافة طبعا إلى البدء بتنفيذ مشروع المعد النفسي مع اللجنة البارالمبية، ودول أولى كمان وأهم جدا إن ده يتعمل معاهم طبعا على أن يتم تنفيذ المشروع تباعا مع باقي الاتحادات الرياضية وفقا لخريطة أولمبياد باريس 2024. الحقيقة قرار مهم جدا وسليم جدا ومفيد جدا لكل أبطالنا في المنافسات القادمة، خصوصا في دورة الألعاب في باريس.